هذا وكشف رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين هادي هيج عن محاولات لمكتب المبعوث الأممي في اليمن هانس غرونبرغ لتجاوز شرط الحكومة الخاص بالكشف عن مصير قحطان وزيارته في معتقله لدى الحوثيين. ووصف هيج في تصريح صحفي هذا التصرف من قبل المبعوث الأممي بالمعيب، كونه المعني باحترام قرارات مجلس الأمن والعمل على تنفيذها الذي يقضي بالإفراج عن السياسي محمد قحطان دون شروط. وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض التمسك بالتوجيهات الرئاسية وشرطها بزيارة قحطان قبل الذهاب لأي مشاورات، وقال إن موقف الرئاسة واضح وقد أبلغ به مبعوث الأمم المتحدة. كما أعرب هيج عن أسفه من استثناء ميليشيا الحوثي الإفراج عن السياسي قحطان مع القيادات العسكرية المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي والذين تم الإفراج عنهم في آخر صفقة تبادل. وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد وليد الأبارة المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان. نرحب بك سيد وليد إلى هذه النشرة. بداية، هل فعلا هناك يعني جولة مفاوضات جديدة بما يتعلق بموضوع الأسرى والمختطفين؟ هل هناك يعني جهود تبذل من قبل الأمم المتحدة وتحديدا هانس غرونبرغ؟ مساء الخير لك ولكل السادة والمشاهدين. تحية لك. في الحقيقة هناك الكثير من النقاشات التي أجريت مؤخرا بشأن استئناف المشاورات على كافة الأصعدة بما في ذلك المشاورات السياسية وأيضا فيما يتعلق بالماضي قدما في ملف المختطفين والمخفيين سفرا. وإلى حد هذه اللحظة ما نزال نأمل في وزارة حقوق الإنسان أن يتم استئناف العمل الجدي. يعني الآن ليس هناك تأكيدات أنها ستكون هناك جولة فعلا من المفاوضات بما يتعلق بموضوع الأسرى والمختطفين. هناك نقاشات تجري، ولكن لا يوجد خطة واضحة ومفصلة حتى هذه اللحظة. هناك مساعي حميدة يقوم بها المبعوث الدولي حتى هذه اللحظة. هناك نقاشات تجري في سواء فيما يتعلق بالغرف المغلقة سواء من قبل الحكومة أو من قبل الحوثيين أو قبل الدول الفاعلة في هذا الملف، ما في ذلك الأشقاء في التحالف وأيضا بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بهذا الملف، ولكن حتى هذه اللحظة. جميل، إذا يعني حتى نفهم سيد وليد، إذا هناك ربما مساعي حميدة كما تحدث من قبل هانس غرونبرغ وأيضا من قبل التحالف، لكن ليس هناك الآن وضوح حول ربما أجندة هذه المفاوضات أو حتى الهدف منها. اولا اود الاشارة بشكل رئيسي الى ان التصعيد الاخير في البحر الاحمر الذي جرى مؤخرا ادى الى العديد من التحولات سواء داخل مواقف الدول الفاعله وبما في ذلك الولايات المتحده الامريكيه التي في الغالب يكون لها اليد الطولى والفاعليه فيما يتعلق بالضغط من جهه المشاورات. حتى هذه اللحظه هناك تغير في الموقف الامريكي بدرجه رئيسيه، وبالتالي يعني هل ملف ايضا الاسرى والمختطفين ايضا مرتبط بمفاوضات ايضا سياسيه؟ يعني نعرف خارطه الطريق الان ربما تعطلت الان وربما يعني لم تعد يعني موجوده كما يقال حاليا، ولكن بما يتعلق بمفاوضات تحديدا الاسرى والمختطفين، هل هناك فعلا جهود او مرتبطه بالجانب السياسي والمفاوضات السياسيه؟ دعيني أكمل الإجابة هي فيما أود أن أكمله. أود أن أشير إلى أن استكمل حديثي بخصوص التوترات الأخيرة في البحر الأحمر أدى إلى تغير فيما يتعلق بموقف الفاعلين الدوليين الراعين لمشاورات السلام في اليمن، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول في الاتحاد الأوروبي، والتي حدث تغير فيما يتعلق بطبيعه مقارباتها للازمه اليمنيه وطبيعه المقاربات ايضا بالاطراف السياسيه الداخليه والاطراف الفاعله في الصراع، ما في ذلك جماعه الحوثيين الارهابيه. وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال فصل اي ملف من ملف المشكله اليمنيه بما في ذلك ملف المختطفين والاسرى والمقيمين قصرا، على الرغم من ان موقف الحكومه والوزاره واضح من بدايه الازمه حتى هذه اللحظه، وموقف ايضا الرئاسه سواء السابقه او الحاليه بانه يجب التعاطي مع ملف الاسرى والمختطفين وحتى ما فيما يتعلق بالملف الانساني بشكل مستقل عن الملف السياسي،
باعتبار ان الملف الانساني وملف الاسرى يمس حياه المواطنين بالدرجه الرئيسيه وحياه الاسرى المختطفين ايضا. والحكومه ايضا قدمت الكثير من التنازلات عن الجميع فيما يتعلق بسبيل المفاوضات على الرغم من تعنت الحوثيين، وعلى الرغم من ان الحوثيين ايضا لم يلتزمون بابجديات المفاوضات على سبيل المثال حينما يجري الجلوس على طاوله الحوار فيما يتعلق يعني جميع الملفات سيد وليد مترابطه. كان ينبغي على الحوثيين التوقف. وضحت الفكرة، جميع الملفات مترابطة. طيب جميل، جميل هذه التوضيح من قبلك، جميع الملفات الآن مترابطة، ولكن لماذا الآن يجري الحديث أن هناك مفاوضات إذا كان يعني الآن متعطل المسار السياسي أو حتى خارطة الطريق؟ هل هناك ربما من تأكيدات من قبل هانس كوربين بما يتعلق بموضوع قحطان أو حتى موضوع النخفيين قصرا أو المختطفين حتى نفهم؟ أنا أعتقد من خلال وجهة نظري الشخصية بأن السيد المبعوث عادة يحاول أن يسير على خطى صلاته حينما يكون هناك تعثر فيما يتعلق بالمسار السياسي، يحاول بشكل أو بآخر إيجاد ثغرات فيما يتعلق بالمسار الإنساني أو المسار الأسرى المختطفين، باعتبار أنه هذه الملفات قد تؤدي إلى تحسين الموقف السياسي لاحقا. من المعلوم على ان الانشطات السياسيه في الوقت الراهن يشهد معطله حقيقه، ومساعي المبعوث على الاقل في الفتره الماضيه التي شاهدنا بعض الورش او بعض التحركات الى العواصم العربيه والدوليه الى اجراء لقاءات مع اشخاص مهمين هنا وهناك، هي محاوله لايجاد مقاربه جديده على الاقل نبض جس القوى التي يلتقي معها وكل الاطراف الفاعله، ولكن حتى هذه اللحظه انا اعتقد على انه لا يوجد ارضيه حقيقيه يمكن البناء عليها، سواء ما يتعلق باستئناف ملف الاسرى والمختطفين او فيما يتعلق باستئناف مشاورات السلام. نحن ندرك على ان الحوثيين قاموا بالتصعيد ايضا ولديهم اجهزه ربما انهم ايضا يرغبون بالتصعيد ايضا للحصول على بعض الاعتراف بانهم اصبحوا فاعل اقليمي، ولا ندري ما هي انعكاسات النهائيه لهذه التوتر القائم في الظرف الراهن. هل سيؤدي الى تغيير مزاج المجتمع الدولي وبالتالي ستكون هناك ضغوطات اكبر من الضغوطات التي او الطريقه التي تم التعاطي معها مع الحوثيين؟ هي طريقه ناعمه ادت الى كل المرات الى ان الحوثيين يبالغ فيما يتعلق في مواقفه في تصريحاته وحتى فيما يتعلق بالحمله التي طرحها على قائمه على 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 طاوله التفاوض على سبيل المثال فيما يتعلق في اذا لا ارضيه الان متوفره للبدء بأي مفاوضات كما تحدث أو حتى مفاوضات بما يتعلق بالأسرى والمختطفين وتحديدا أيضا ملف القيادية محمد قحطان. أشكر تواجدك معنا المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان السيد وليد الأبارة، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.